بسم الله الرحمن الرحيم. لما بلغ المسلمين أن أهل مكة قد دخلوا في الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في الحبشة، رجعوا حتى إذا اقتربوا من مكة بلغهم كذب الخبر، فعاد منهم من عاد إلى الحبشة كما ذكرنا، ودخل قرابة 30 من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود ومصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة وأبو سلمة رضي الله عنه والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف كما ذكرنا وغيرهم. دخلوا لكنهم في أغلبهم دخلوا في جوار أناس من المشركين من سادات قريش، فإن العذاب والابتلاء لا زال أيها الإخوة منذ ظهور الإسلام، وكان عثمان بن مضعون رضي الله عنه وأرضاه دخل في جوار الوليد بن المغيرة المخزومي، وهو من سادات قريش ووالد خالد بن الوليد رضي الله عنه، أجاره الوليد بن المغيرة فلم يعترضه أحد، دخل في جواره أي في حماه، فكل من اعتدى عليه أو ظلمه فكأنما ظلم المغيرة أو الوليد بن المغيرة. فلما رأى عثمان بن مضعون ما يصيب المسلمين في مكة وهو في دعة وأمن بجوار الوليد بن المغيرة، ورأى البلاء الذي أصابهم، قال: والله إن غدوي ورواحي في جوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني لنقص كثير في نفسي. أيها الإخوة، هنا ملحظ مهم، وهو أن المؤمن الصادق حينما يرى البلاء يصيب إخوانه المسلمين في مشارق الدنيا ومغاربها، حينما يرى الظلم، حينما يرى الدماء، حينما يرى أمما ومدنا تهدم على أبنائها من المسلمين، فإنه لا يهنأ أيها الإخوة إن كان في قلبه إيمان صادق بالله عز وجل. فهذا عثمان رضي الله عنه قال: إنه لنقص كثير في نفسي أن أكون في جوار هذا فلا أوذى كما يؤذى المسلمون. فمشى إلى الوليد وقال: يا أبا عبد شمس، وفت ذمتك وقد رددت إليك جوارك. فقال: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. فانطلق فقال الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد جواري. قال: صدق، وقد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت جواره. وسبحان الله، ذهب عثمان رضي الله عنه وأرضاه فجلس في مجلس وفيه الشاعر لبيد بن ربيعة، وهو أحد أصحاب المعلقات، فسمعه يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال: صدقت. فقال لبيد: يكمل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جليسكم، فمتى حدث هذا فيكم؟ فقال رجل: إن هذا سفيه في سفهاء معه، يرون المؤمنين أهل سفه وجهالة. قال: قد فارقوا ديننا فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عثمان على هذا الرجل، فقام الرجل فصفع عثمان على وجهه فلطم عينه فاخضرت. وكان الوليد بن المغيرة قريبا يرى،
فقال: يا ابن أخي، إن كانت عينك عما أصابها لغنية، ولقد كنت في ذمة منيعة. يحسفه على تركه لجواره. فقال رضي الله عنه وأرضاه: وهكذا يرى المؤمن البلاء في سبيل الله، والله إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى مثل ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلم يا ابن أخي إلى جوارك فعد. قال: لا. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.